أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. واليوم اخترنا لكم رائد أعمال من جمهورية مصر العربية الحبيبة. اخترنا لكم السيد محمد أبو ريا، مؤسس وصاحب ملحمة بيت حلب وأيضا مشاوي بيت اللحم في إمارة الشارقة. بداية أسعد الله أوقاتك أستاذ محمد. مرحبا غالي. أستاذ محمد، في بداية برنامجنا حابين نتعرف عليك ونعرف السادة المشاهدين أكثر، مين هو محمد أبو ريا؟ أنا محمد سعيد أبو ريا، جنسية مصري، دخلت الإمارات في 2014، اشتغلت في شركات لغاية 2018، بدأت أفكر أعمل مشروع استثمار يعني، وبدأت أول شيء بملحمة. فتحت الملحمة أول شيء وقعدت فيها سنتين، وبعدين حبيت اطور من حالي، فتحت كمان شركه مشاوي، يعني بقى خليتها ملحمه ومشاوي. ويعني ارتحت في البلد وشيوخ القرام، الحمد لله، وارتحت هون الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والامور طيبه الحمد لله، وان شاء الله في الاحسن وتطور اكبر كمان بامر الله، ويبقى بدل الفرع في دبي وفي الشرقه فرع 2 و3 و4 و5 و6 كمان، يعني ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب. فالواحد يعني حب البلد، حاسس اني ما متغرب، يعني حاسس اني قاعد في البلد الثانيه. اكيد طبعا، اكيد يعني ما حاسس باي عنصريه ولا اي شيء، الامور طيبه هون كثير والحمد لله. الحمد لله. اكيد يعني دوله الامارات العربيه المتحده معروفه كحكومه وقياده وكشعب ايضا، يعني بتلاقي انه امان صحيح. كل شيء صحيح، الواحد الحمد لله يعني اموره طيبه من كل شيء الحمد لله، في امن وامان في كل شيء بتلاقي حقك فيه الحمد لله، ما بروح يعني، والامور طيبه كثير الحمد لله، والواحد بيجتهد على قد ما يقدر الحمد لله. ان شاء الله الله يبارك لك يا رب ان شاء الله، ونتمنى يا استاذ محمد نشوفك على مستوى السبع امارات باذن الله تعالى. استاذ محمد، حابين تعطينا نصيحه للمستثمرين الشباب اللي حابين يستثمروا في دوله الامارات، شو بتحب تنصحهم وتحكي لهم؟ بنصحهم اللي هم يجتهدوا، يقعوا يعني على حالهم شوي، ما يعني ما يهبوا، يعني ما يفكر اللي هو زلمه شغيل عند العالم مدى حياته، لا لازم تغامر اول شيء، في مغامرات هتقابله في حياته كتير، في انصدامات يعني معلش، زي مثلا انا قابلني الكورونا وصدتها معاها وتحول يعني وتطورت من حالي واستحملت اي شيء تمام. الحمد لله والامور طيبه الحمد لله، في يعني الله بيعوض، ما في ما في حد بيجتهد وبتعب الا ما الله يعوضه. صحيح صحيح، مستحيل طبعًا. يعني الواحد يعني بيتعب، بس اهم شيء ما حد يخاف، ما حد ما يعني ما تخاف، خش وقول يا الله، والله اللي بيعينه اكيد، توكل على الله. وفي بلد زي دوله الامارات زي ما تقول ما تقلق من اي شيء، كل شيء بيوفروه كدعم كتسهيلات، كل شيء الامور طيبه الحمد لله. بس انت تبقى من جواك بدك يعني بدك تشتغل على نفسك، بدك تجتهد، فاهم علي ازاي؟ يعني ما تقول لي اني والله قاعد شغال عند العالم مدى حياته وهيوصل اللي بده، لا لازم تجتهد ولازم تعافر ولازم توصل لفراسك، وبدل عندك هدف لازم توصل ان شاء الله بامر الله ان شاء الله. بس لازم تتحمل، هو مشوار طويل شوي بس الامور تبقى اطيب بعدين ان شاء الله. ان شاء الله بامر الله ان شاء الله. حابين استاذ محمد قبل نهايه برنامجنا نعرف السادة المشاهدين على موقع ملحمة بيت حلب وأيضا مشاوي بيت اللحم، وين موجودين بإمارة الشارقة بالتحديد؟ في الماجستري كورنيش البحيرة تمام، بناية أبو حمرة بلدين. جميل جدا. إذن أعزائي المشاهدين، سهولة في الوصول لملحمة بيت حلب ومشاوي بيت اللحم عبر الموقع الجغرافي، وايضا يعني راح نحط لكم جميع ارقام الهواتف ووسائل التواصل عبر الواتساب والسوشيال ميديا اسفل الشاشه. في نهايه برنامجنا استاذ محمد حابين نشكرك جزيل الشكر. على راسي والله، وربنا يخلينا شيوخ الامارات كلهم. امين يا رب، ويخلينا الامارات والحمد لله الامور طيبه كثير، وبشجع اي واحد بده يستثمر يشجع، يعني ما يقلق من اي شيء، والامور ان شاء الله تبقى عامه تسهلها كثير في كل شيء ان شاء الله بامر الله ان شاء الله، دوله الامارات العربيه المتحده بامر الله. ويعطيك الف عافيه. تسلم تسلم اخي محمد، تسلم، شكرا لك.
متواصلين ايضا معكم اعزائي المشاهدين، واليوم معنا ايضا من ملحمه بيت حلب ومشاوي بيت اللحم ايضا مدير الملحمه السيد عبود ابو زياد. اسعد الله اوقاتك استاذ عبود. حابين اليوم نعرف السادة المشاهدين، نتعرف ايضا على الاطباق اللي بتقدموها اليوم في مشاوي بيت اللحم، وايضا نتعرف على نوعيات اللحمة اللي بتقدموها للعملاء. اول شيء الحمد لله رب العالمين، نحن نقدم المشاوي، عندنا اكثر من صنف، عندنا تكة كباب، عرايس، شيش طاووق، طوشكا، عندنا اللحم نوعية اللحم العيني، وعندنا استرالي. وعندنا ميزة يعني انه الزبون بيدخل لعنا بيقطع اللحمة امام عينه وشوية قدام عينه. الله. هاي الميزة يعني تقريبا بتميزنا عن الناس التانيين، كان في الشارع او كان في دبي وفي اي امارة. والكيلو مشكل بيجي عندنا تكة وكباب وشيش طاووق وعرايس، بيجي مع مقبلات حمص ومتبل ومخلل وكريم التون. والمشاوي اللي تميز عنا انه نحن مميزين عن الناس انه ما بنحط الخلطات الزياده في اللحم. نحن تبلتنا تقريبا جايه على الطريقه السوريه. ما بنحط مثلا بالكباب بصل وبقدونس، نحن عندنا الكباب بس ملح وفلفل اسود. هي ميزه اذا طلب الزبون بصل وبقدونس بالكباب نحن بنضيف له على اضافه بيكون على الطلب. على طلبه. ونحن عندنا اللي بيميز اكثر شيء مثل ما قلت لك اول الكلام انه نحن الزبون عنده خيار، بيقطع اللحمه امام عينه بشويه امام عينه. شايفين يعني احنا الخرفان موجودة، يعني بيقدر زبون يجي يختار من اي خروف هو بده، نوعية اللحمة، نوعية اللحمة، نوعية اللحمة الموجودة عندكم. عندي نوعية العيني بجيب السوري اللي هو بيجي حي عايش من الاردن، بينذبح هون مسالخ الامارات. الله. بينذبح هون، هذا بيجي عايش من الاردن خروف، بنجيبه لهون. بنجيب استرالي، استرالي رقم واحد 246، اللحم امام عينك موجود. الله الله، واضح يعني العجل. اللحم 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 استاذ الكريم، هو اللحم بيكون فريش ذبح هون بالملحمه؟ لا، ذبح بالمسلخ مو بال في, في انواع. الاسترالي بيجي طياره. النعيمي بيجي ذبح هون. هذا هو بيجي عايش من الاردن. ونحن نبيعه سوري، هو بيجي خروف سوريا. فهمت علي؟ وفي عندنا اللحم الاسترالي 246، هذا رقم واحد في البلد. يعني بتخلي عند المسلخ يوميا بيجي لملحمه بيت حلب طازه فريش. قبل بيوم تنذبح الذبحه، مو نفس اليوم. قبل بيوم. قبل بيوم. حلو. حتى نحن نبيع كبده مشويه، نخاعات مشويه، درن وحلاوات، يعني هي مو موجوده في الاماكن الثانيه. هو في مقوله دائما بنسمعها انه بقول لك انه اللحمه لازم ترتاح بعد الذبح يوم لتقدر. احنا بالموضوع عندنا بالمسلخ بيخلوها ترتاح يوم، ما بيطلعوا لك اياها فورا. لازم ترتاح يوم وبعدين بيجيبوا لك اياها على المحل. شو 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 السبب ليريحوها يوم؟ سبب الريح، اللحم بيطرى. بس بترتاح بالبراد بيطرى اللحم وبصير طعمته اطيب وبيجمد اللحم. حتى انت اذا بتفرم الخروف كان فريش وقال لي الزبون مثلا طلع لي كيلين كباب منه، ما بينشك على السيخ. بيكون مثل المي. بعد ما تفرمه بصير مثل المي. لازم اللحم يكون بالبراد اقل شيء 24 ساعة. اقل شيء 24 ساعة. الله. اللحم الاسترالي بيجي من برد جاهز من الطيارة، بس هذا ال 246 رقم واحد في الامارات، الناس كلها عرفته يعني. نحن نشتغل على هذا الاساس اخوي. والحمد لله رب العالمين، الله كرمنا والامور طيبة. الحمد لله رب العالمين. ولقمتنا نظيفة، وعشان لقمتنا نظيفة الحمد لله اللي عم ياخذ من عندنا عم بيرجع. ما شاء الله عليكم. والحمد لله رب العالمين، يعني اللي جربنا الحمد لله ولا اشتكى منا. موجودين نحن يعني على كذا برنامج، يعني حتى طلبات شغالين عليها الحمد لله رب العالمين. كيف الاسعار عندكم؟ اسعارنا مقبوله، يعني انا عندي الكيلو مشكل 90 درهم شامل مقبلات وشامل الضريبه. لجميع انواع اللحمه ولا للحمه معينه؟ استرالي. الاسترالي. استرالي، حتى اذا بده يقطع قدام عينه بيقطع له قدام عينه عادي. استرالي. والنعيمي على التجهيز مباشر. على التجهيز. النعيمي ما بجهز، ولا مثلا الزبون بيطلب مني 10 كيلو مشكل، انا ما فيني اجهز له اياهم، بده يتاخر علي. صحيح. فلازم اكون مجهز انا قبل كباب والشقف والتكه والشيش طاووق والعرايس الطوشكة الكبه المشويه، هذا كله بده تجهيز. صحيح. المعجوقه، كل هاي الاكلات هي كلها بده تجهيز. صحيح. هي اكلات سوريه. صحيح. حابين ايضا نعرف السادة المشاهدين انه في اوقات الدوام عندكم من اي ساعه لاي ساعه، وهل هناك عندكم خدمه توصيل ولوين بتوصلوا؟ بس بإمارة الشارقة إذا في كانت موجودة خدمة توصيل، ولا برا الشارقة كمان؟
نحن عندنا توصيل على الشارقة أو دبي وعجمان. الله حلو. ودوامنا ببلش من 8 الصبح الساعة 11 ونصف الليل بدون عطلة بدون إجازة. ومثل ما قلت لك اللحم عندنا يعني نحن رقم واحد الحمد لله رب العالمين قدام عينك قدام الناس، وهي الشيء اللي بيميزنا يعني عن كل المطاعم الثانية، انه في ناس انا اخي بحب اقطع اللحمة امامي وتبلها امامي وشوية امامي، هي الميزة. حتى اذا زبون اجى سالني انت مثلا بتبيعني الكيلو مشكل ب 90 تمام شو نوع اللحمة؟ حق صحيح اكيد حق الزبون يسال انه شو نوع اللحمة، تعال تفضل بقطع لك لحمة امامك. اكيد ما عندي شيء مخبى الحمد لله رب العالمين. اكيد اكيد الحمد لله رب العالمين. الطلبيات الكبيرة شيف بتقدر تستقبلوها بنفس اليوم ولا لازم نوصل قبل بيوم؟ طلبيات كلها حتى طلبيات البر والمشاوي، طلعت مشاوي بشكة مشكوكة جاهزة على سعر أجر بنفس اليوم؟ نفس اليوم قبل بساعة يعني ماكسيموم بكون جاهزة. ما شاء الله ما شاء الله الله يقوي بساعة. ومسافة الطريق وين ما تكون بدبي بالشارقة بعجمان في توصيل، عندنا سيارات وعندنا دراجات. ما شاء الله ما شاء الله الله يوفق. حتى طلبيات الني مو بس المشاوي أخوي، نحن عندنا طلبيات طلبيات اللي بيطلعوا جروبات على البر، وهي انت شفت اللي صارت جو بار. صحيح والامور طيبه يعني بده يطلع بشكل مثلا مجهزوا الكباب جهزوا العرايس جهزوا شيش طاووق اكيد كله جاهز على الشوي مباشر. أكيد. حتى اللي بده مش يشوى شيء يطلع معه في موجود. والله ما شاء الله حلو 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 يعني يعني لا تشيلون هم يعني بتقدروا تطلعوا تضبطوا أموركم ترتبوا مع بعض وتنسقوا وتطلعوا على البر بدون ما تغلبوا حالكم بشكل كباب أو التكة أو العرايس، توصلكم جاهزة لعندكم جاهزة ومشوية بعد ومشوية بعد بعد لكم واحد يشويكم. الله 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 هذا آخر دلع ما شاء الله. المقبلات والتبولة والفتوش والمتبل والبابا غنوج والحمص كل شيء الحمد لله موجود على الطريقة السورية على الأول أول أول ما شاء الله. لحم نعيمي على الأول أول أول ما شاء الله. وأيضا كمان بأسعار حرق وهذا تحدي من ملحمة بيت حلب. الله الله شكرا لكم وإن شاء الله يا ربي أنه لنا لقاءات أخرى بالمستقبل. شكرا لقناتكم الجميلة بكل الكادر اللي فيها وعلى رأسي ونورتونا وأحلى ناس على رأسي. شكرا لك. إلى هنا أعزائي المشاهدين نختم حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية وعلى السوشيال ميديا. دمتم بخير وفي أمان الله.